السلام عليكم ومرحبا شباب في فيديو جديد قائمة ألعاب جديدة تضاف لإصدارات هذه السنة. وفي فيديو اليوم أحضرنا لكم أبرز الألعاب القادمة لجسدنا في الشهر السادس يوليو، ولمعرفة أكثر حولها خليكم معنا. نكروماندا هايت كارد The Goliaths have gone underground. And something much worse is on the rise. Necromunda Hardgun هي روبوت أكشن First Person Shooter من تطوير Striamon Studio. وفي قلب أحد عوالم من وارهامر ذو 40,000 نكروماندا تدعوك اللعبة لتصبح Trophy Hunter. وبرفقة قلبك الإلكتروني الوفي الذي سوف يساعدك في الحصول على الكثير من رؤوس الأعداء. أما بالنسبة لميكانيكيات اللاعب، تتيح لك اللعبة القدرة على اختيار عتادك وتحسين قدرته بالإضافة لقدرة رفيقك الكلب الآلي. وسوف تتمكن من تحسين قدراتك عبر إتمام بعض الصفقات وتصفية بعض الأهداف للحصول على المكافأة الخاصة بك. نكروماندا هايت كارد سوف توفر ابتداء من أول أيام شهر يونيو على كل من أجهزة الجيل الحالي بالإضافة إلى PlayStation 4 Xbox One والبي سي. Gene Stealer and Corpse Cults, even the enforcers and machinations of the Inquisition have an influence. But they, and the various houses and gangs, all want one thing. Their targets eliminated, their information found. Get to work. Open Country. أوبن كونتري لعبة مغامرات من تطوير فان لابز، تأخذك في تجربة محاكاة لحياة الصيادين في عالمها الكبير المفتوح الذي يتشكل من ثلاث مناطق أساسية تختلف تضاريسها وطبيعة الحياة البرية فيها. وسوف تعيش تجربة استكشاف حياة الصيادين الصعبة مع الكثير من المخاطر، وبرفقة بندقيتك وذخيرتك، ورفيقك في الرحلة هو كلب الصيد الخاص بك الذي سوف يساعدك في إتمام الكثير من المهام. ولن تترك اللعبة تائه في عالمها الكبير فقط مع الحياة البرية والنباتية، بل سوف تصادف في طريقك بعض الشخصيات الغير قابلة للعب، وسوف تمنعك بعض المهام التي سوف يتعين عليك إتمامها. أوبن كونتري سوف تتوفر معنا ابتداء من تاريخ 3 يونيو على كل من PS4، Xbox One والحاسوب الشخصي. I'm home, the open country. Sniper Ghost Warrior Contract 2. Sniper Ghost Warrior Contract 2 هي لعبة تكتيكال شوتر من تطوير ونشر CI Games Studio. وهذا الإصدار هو السادس في سلسلة Sniper Ghost Warrior وتكملة لأحداث الجزء السابع. وعبر قناص مستأجر يدعى ريبا سوف يتعين عليك التخلص من بعض الأعداء في أحد مناطق النزاعات في الشرق الأوسط. وبتشكيلة واسعة من الأسلحة والأدوات يتوجب عليك اختيارها لتلائم كل مرحلة، وسوف تكون قابلة للتعديل عليها من أجل نتائج أفضل لإصابة الأعداء. سنايبر جوست وارير كونتراكت سوف تظهر ابتداء من تاريخ 4 يونيو لأجهزة الجيل الحالي والحاسب الشخصي بالإضافة إلى كل من PS4 والإكس بوكس 1. Ratchet and Clank Rift Apart. Who are you? I'm Rivet. Let's go for a ride. Wait, I have to find my friend. Emperor Nefarious, you have... Ratchet and Clank Rift Apart هي لعبة بلاتفورمر سيرث بيرسون شوتر من تطوير انسومنياك جيمز، وهي الدفعة 16 في سلسلة Ratchet and Clank. وسوف يحمل هذا الإصدار كثير من أوجه التشابه مع إصدار سنة 2016 والإصدارات السابقة لسلسلة Ratchet & Clank، حيث Rift Apart سوف يتيح نفس آلية اللعب التي أحبها اللاعبين في السلسلة، وسوف تقدم بطريقة أفضل لتلائم كل من إمكانيات جهاز PlayStation 5 وأيضا خصائص التحكم DualSense. وبالنسبة لبيئة عالم اللعبة سوف تنتقل بين عوالم مختلفة عبر فجوات زمنية، وهذا أول جزء في السلسلة يقدم هذا المفهوم، وهو السفر عبر الزمن
بين المناطق والكواكب مختلفة. راتشت أند كلانك ريفت أبارت سوف توفر معنا ابتداء من تاريخ 11 من يونيو حصريا على أجهزة بلايستيشن 5. وهذا شباب كان كل ما لدينا في حلقة اليوم. أتمنى إذ ما قدمنا نال إعجابكم. لا تنسونا من السبسكرايب واللايك. نسوداكم الله.